فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المدارسة أجود بالخير في رمضان كله، أجود بالخير من الريح المرسلة، والخير المال الحلال، والمقصود بكل ما يسأل من الريح المرسلة. وذلك أن العرب كانوا يقولون فلان بار الريح فغلبها، أي كان يباريها في الجود، فلان يباري الريح أي في جوده وسخائه، وكانوا يشبهونه أيضا بسرعة موج البحر، فيشبهون الجواد بالبحر أو بالنهر، كما شبه النابغة جود النعمان بالفرات، قال: فما الفرات إذا جاشت غواربه تلقي غواربه لعبرين بالزبد، يوما بأجود منه فيض نائلة ولا يحول عطاء الأمس دون غد. فذلك لجوده شبه بالبحر.